السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم تمارين داعمة غادي ندعموا فيها داك التعثرات اللي كانوا عندنا في مادة الرياضيات في الدورة الأولى، وبالضبط بخصوص مجال العد والحساب أو مجال الأعداد والحساب في مادة الرياضيات. إذا عندي هنايا مجموعة من الأنشطة. بدأ النشاط الأول وهو أضع ثم أنجز. إذا أضع وأنجز ما يلي. إذا عندي هنا ثلاثة العمليات، أو بالأحرى أربعة ديال العمليات. هنا عملية الضرب، هنا عندي عملية الجمع والطرح مجموعين، وهنا عندي عملية القسم. غادي نبداو بعملية القسم. نبداو بعملية القسمة. إذا عندي 153.68 غنقسموها على ماذا؟ على 34. على 34 زين نطول هذا. إذا هنا عندي عدد عشاري غادي نقسمه على عدد صحيح. الحالة الأولى هو أنني ما كندير حتى شي حاجة، يعني ما غنتخلصش من الفاصلة. إذا كانت عندي الفاصلة في المقسوم عليه يجب علي أن أتخلص من الفاصلة. يعني هنا في هذه الحالة ما عنديش المشكل، لدي رقمان في المقسوم عليه، أخذ رقمان 15 على 34 فلا يمكن، لأن 15 أصغر من 34 وبالتالي أضيف رقما آخر. 153 تقسيم 34، إذا كم في 34 يساوي تقريبا 153؟ إذا هي 4. 4 في 4 16، اكتب ستحتفظ بواحد، ها هو 4 في 3 12 زائد 1 13، أنجز عملية الفرق. 3 ناقص 6 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. إذا 13 ناقص 6 7، 5 ناقص 4 1، و 1 ناقص 1 0. هنا في هذه الحالة عندي الفاصلة، إذا الفاصلة كنضعها هنا صافي في الخارج، يعني هذه الفاصلة أنزلها فين؟ في الخارج. أنزل 6 غادي يصبح لي 176، شحال فيها من 34؟ فيها 5. 5 في 4 20، اكتبوا صفر احتفظوا بواحد، عفوا احتفظوا باثنان. 5 في 3 15 زائد 2 17. 6 ناقص 0 6، 7 ناقص 7 0، 1 ناقص 1 0. انزلوا ماذا؟ انزلوا 8، تصبح 68. 68 كم فيها من 34؟ فيها 2. 2 في 4 8، 2 في 3 يساوي 6، 8 ناقص 8 0، و 6 ناقص 6 0. بالتالي اذا الخارج هو 4.52 والباقي يساوي 0. نمر الآن إلى عملية الجمع والطرح. إذا بطبيعة الحال هنا ملي كيكون عندي واحد تعبير فيه الجمع والطرح أو لا فيه الأقواس، نبدأ بما بداخل القوسين. إذا هنا ما بداخل القوسين عندي عملية الجمع، إذا نكتبها هنايا 5658، وهنا عندي عدد بالفاصلة، إذا هذا ندير له فاصلة صفر، إذا فاصلة تحت الفاصلة، إذا هنا 6 1 1، وهنا 4 8 9 7، وهنا نزيد الأصفار ونجمع. 7 زائد 0 7، 8 زائد 9 9، عفوا 0 زائد 9 9، 8 زائد 0 8، 4 زائد 0 4. انزلوا الفاصلة. 8 زائد 6 يساوي 14، اكتبوا 4 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 5 7، و 6 زائد 1 7، وهنا 5. إذا الجواب هو 5774.4897، يعني غادي نجيبو هذه وغنطرحوها من هنا. إذا 9، إذا 91112 فاصلة ماذا؟ فاصلة 24. إذا الفاصلة تحت الفاصلة، هنا 4897، وهنا 4775 صافي ناقص. إذا نكمل بالأصفار. 0 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. إذا 10 ناقص 7 3. 0 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 10 ناقص 10 يساوي 0. 4 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 14 ناقص 9 يساوي 5. 2 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. إذا 12 ناقص 5 يساوي 7. أنزل الفاصلة. 2 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. إذا 12 ناقص 5 يساوي 7 كذلك. 1 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. إذا 11 ناقص 8 يساوي 3. 1 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 11 ناقص 8 يساوي 3 كذلك. وهنا 1 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 11 ناقص 6 يساوي 5، و9 ناقص 1 يساوي 8. الجواب هو هذا 85337.5. نمر لعملية الضرب. 802.436 غنضربها في 5 و7. إذا 5 في 6 يساوي 30، اكتبوا صفر احتفظوا ب3.
خمسة في ثلاثة يساوي 15، زائد ثلاثة 18، اكتب 8 يحتفظ بواحد. خمسة في أربعة يساوي 20، زائد واحد 21، اكتب واحد يحتفظ باثنان. خمسة في اثنان يساوي 10، زائد اثنان 12، اكتب اثنان يحتفظ بواحد. خمسة في صفر، صفر زائد واحد 1. خمسة في ثمانية يساوي 40، أضع نقطة. سبعة في ستة يساوي 42، اكتب اثنان يحتفظ بأربعة. سبعة في ثلاثة يساوي 21، زائد واحد 25، اكتب خمسة يحتفظ باثنان. سبعة في أربعة يساوي 28، زائد اثنان 30، اكتب صفر يحتفظ بثلاثة. سبعة في اثنان يساوي 14، زائد ثلاثة يساوي 17، اكتب سبعة يحتفظ بواحد. سبعة في صفر يساوي صفر، زائد واحد 1. سبعة في ثمانية يساوي 56، اكتبها كم؟ صفر زائد 8 10، اكتب 10 صفر احتفظ بواحد. هنا 7، هنا 2، هنا 8، هنا 1، هنا 10 اكتب صفر احتفظ بواحد، وهنا 6. والفاصلة، شحال عندي الأرقام بعد الفاصلة؟ عندي 3، 1، 2، 3، وأضع الفاصلة. ندوزو الآن للترتيب التناقصي. هنا في السؤال 2، أرتب تناقصيا الأعداد التالية. إذا عندي أعداد بالفاصلة، وعندي عدد هنا بالعدد صحيح. إذا حتى هو ندير له الفاصلة، فاصلة صفر باش ما نخطاش بتاتا. إذا أرتب تناقصيا بطبيعة الحال غادي نبدأ بالعدد الكبير. العدد الكبير هنا، إذا غادي نقارن أولا في الأعداد العشرية المقارنة، نقارن الجزء الصحيح ثم نمر إلى الجزء العشري. ده الجزء الصحيح هو اللي كيأتي بعد أو لا قبل الفاصل. إذا هنا 199، 199، 199، هنا 200، هنا 199، هنا 199. إذا أكبر جزء صحيح هو 200، إذا 200 هو أكبر عدد، إذا أكبر نضربوا عليه. ثم نمر، إذا كاملين عندهم الجزء الصحيح 199، وبالتالي نمر إلى الجزء العشري. يعني غنمروا للاعشار، الرقم الموجود بعد الفاصله مباشره. هنا عندنا صفر، هنا عندنا 9، هنا عندنا 9، هنا عندنا 9 كذلك، هنا عندنا 9. اذا هذه فاصله 99، هذه فاصله 9000، هذه فاصله 9001، هذه فاصله 9009، هذه فاصله 9090. اذا هذه فاصله 9090، 99 فاصله 9090. في الاصل هي 909، ولكن الا زدنا صفر غتولي 9090 ماشي 9009. مزيان، هذه مشات موراها 9009، ها هي 199.9009 مشات موراها 9001، ها هي من موراها 9199.9، هي 199.9000، من موراها آخر وحدة اللي هي أصغر وحدة 199.0099. ندوزو للسؤال الثالث. عندنا عبارة عن مسألة: دخل مروان مكتبة من أجل اقتناء بعض الحاجيات، ومعه مبلغ مالي قدره 700 درهم. إذا كان ثمن معجم هو 270 درهما، وثمن شراء محفظة يقل عن ثمن شراء المعجم ب 125 درهم، هل بإمكان مروان أن يشتري المحفظة والمعجم معا؟ إذا هنا الأمر بسيط، أن مروان دخل لواحد المكتبة وعنده 400 درهم في جيبه، 8000 ريال، وبغى يشري محفظة، معايا محفظة، وبغى يشري معجم. هنا معجم، الثمن ديال المعجم 270 درهم، والثمن ديال المحفظة يقل عن ثمن المعجم. يعني ثمن المعجم إذا كان 270 درهم، فإن ثمن المحفظة قل من الثمن ديال المعجم ب 125 درهم. وبالتالي باش نعرفوا الثمن ديال المحفظة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو 270 ناقص ماذا؟ 125. أنا نجزوها، 0 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 أزيد 1، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 3 4، و 2 ناقص 1 1، وبالتالي 145 درهم هو ثمن ماذا؟ ثمن المحفظة. دابا السؤال قال لك بأنه هاد مروان دخل لواحد المكتبة وش باغي يشري المعجم والمحفظة، وعنده 400 درهم، 400 درهم هو المبلغ اللي عنده، واش يمكن له يشريه؟ مزيان، أولا نجمعوا الثمن ديال المشتريات اللي بغى يشريهم مروان، 270 درهما زائد ماذا؟ 145 درهما. دابا في هذه الحالة هنايا إلا حصلنا في المجموع على عدد أكبر من 400، فإن مروان لا يمكنه شراء المحفظة والمعجم معا. إذا حصلنا على 400 أو أقل من 400، فإن مروان يمكنه شراء هذا المحفظة. إذا 0 ناقص 5 5، 7 ناقص 4 يساوي 11، اكتب 1 واحتفظ بواحد، 1 زائد 2 يساوي 3 زائد 1 4، 415 درهم. إذا 415 درهم أكبر من ماذا؟ أكبر من 400 درهم اللي عند مروان، وبالتالي لا يمكن لمروان أن يشتري المحفظة
لا يمكنه أن يشتري المحفظة والمعجم معا. صافي، يمكن له يشري غير وحده فيهم، اما المحفظه ولا المعجم. دوزو السؤال الرابع، انتبهوا معايا، اللي متعلق بالمضاعفات والقواسم. احدد قواسم كل من 14 و 28، ثم احدد القواسم المشتركه بينهما. يعني نحدد القواسم ديال 14 والقواسم ديال 28، ومن بعد غنحدد القواسم اللي مشتركين ما بين 14 و 28. اذا قواسم 14 نبدا بواحد، لأن لماذا؟ لأن واحد في 14 يساوي 14. ندوزو الاثنان، اثنان نعم، لماذا؟ لأن اثنان في 7 يساوي 14. ثم 7، لأن 7 في 2 يساوي 14. زيد شنو آخر؟ ثم 14، لأن 14 في 1 يساوي 14. هذوما هما القواسم ديال 14. أنا ندوزو لل 28. 28 عندنا 1، لأن 1 في 28 يساوي 28. عندنا 2 كذلك، لأن 2 في 14 يساوي 28. نشوفو واش عندنا 3. 3 في عدد يساوي 28 ما عندناش. عندنا 4. 4 في 7 يساوي 28. 5 ما عندناش. 6 كذلك ما عندناش. عندنا 7. 7 في 4 يساوي 28. ثم ماذا ايضا؟ 8 ما عندناش، 9 كذلك ما عندناش، 10 ما عندناش، 11 ما عندناش، 12 ما عندناش، 13، 14. 14 في 2 يساوي 28. صافي، ثم ماذا؟ ثم 28. وبالتالي المضاعفات المشتركة ما بين 14 و 28، عندنا 1، عندنا 2، عندنا 7، وعندنا كذلك 14. نعم، اذا هنا ها هما 1 ثم 2 ثم 7 ثم 14. وبهذا غادي نكونوا كملنا هاد التمارين الداعمة في مجال الأعداد والحساب بالنسبة لمادة الرياضيات السادس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.